بأول الستينات طلب الرئيس فؤاد شاب من العالم الاقتصادي والإنمائي لويس لوبري منشئ مؤسسة إيرفيد ورئيسها يجي على لبنان ليعمل عملية مسح اقتصادي شامل ويطلع منا بحلول لمشاكل البلد. اللي من جيلي بعد ما نسيوا تقرير بعثة إيرفيد الشهير اللي ما تنفذ منه شيء واللي قال انه بلبنان يومتها في بس 4% من الناس عايشين منيح والباقي كخ. بعد إيرفيد الدولة رجعت جابت خبير تاني كان اسمه فان زيلاند، كمان عمل دراسات وبعد كذا شهر صرخ وقال يا خي خليكن مثل ما انتو ما قلكن دواء، وما عرف الزلمة كيف هرب من لبنان. يومتها قال الشاعر علي الحاج فان زيلاند ما عرف يوصف دواء، نحن بجبل لبنان ثروتنا الهوى، منبيع هوا ومنشتري جوخ وحرير من لندن وباريس ومناكل هوا، وبعدنا على ما كنا عليه والحالة بعدها هوا بهوا. هذا رأيي، فكر فيه.